أهلا بكم مشاهدينا لهذه الساعة من التغطية والمخصصة للنقاش الدائر حاليا حول موافقة حركة حماس على المقترح القطري المصري لوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة على عدة مراحل، حيث حصلت الميادين على المبادئ الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي يتكون من ثلاث مراحل متصلة ومترابطة. تمتد المرحلة الأولى على 42 يوما، حيث تتضمن وقفة مؤقتة للعمليات العسكرية في غزة، إضافة إلى إتمام الإجراءات القانونية اللازمة والضامنة لعدم اعتقال الأسرى الفلسطينيين مجددا. أما المرحلة الثانية فمدتها 42 يوما أيضا، يعلن فيها عن عودة الهدوء المستدام ووقف العمليات العسكرية وبدء سريانه قبل البدء بتبادل الأسرى من الرجال. كذلك تمتد المرحلة الثالثة على 42 يوما، تشمل تبادل الجثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول إليهم والتعرف عليهم، والبدء بتنفيذ خطة أعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الكامل عنه. أرحب بضيفي في سياق هذه الساعة من التغطية، السيد توفيق طعمة الخبير بالشؤون الأمريكية من لوس أنجلوس من كاليفورنيا، أهلا وسهلا بكم، والسيد عمار خضر الكاتب والمحلل السياسي من جنين، أهلا وسهلا بك. أيضا نشاهد هذا التقرير بداية يعني لما كشفه رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج علي بركة من مبادئ وافقت عليها حركة حماس وفقا للعرض الأخير لها، فماذا في تفاصيل هذه المبادئ لنناقشها لاحقا؟ تفضل. هي نقاط أساسية وافقت عليها حركة حماس وفقا للعرض الأخير المقدم لها، يشمل وقفا لإطلاق النار بشكل دائم وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة على مرحلتين، وعملية لتبادل الأسرى على ثلاث مراحل. الأولى تشمل تبادل الأسرى المدنيين من النساء وكبار السن والمجندات الإسرائيليات، أما المرحلة الثانية فتشمل تبادل الجنود الذكور، ليتم في المرحلة الثالثة تبادل الجثامين. ومن المبادئ الأساسية التي وافقت عليها حماس عودة النازحين من دون قيد أو شرط، وتأمين المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في كل قطاع غزة، والبدء بالترميم وإعادة الأعمار. كل مرحلة من المراحل الثلاث تتضمن هدنة من 6 أسابيع. المرحلة الأولى تشمل وقف العمليات العسكرية مؤقتا وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى تخوم قطاع غزة ويبقى على الحدود داخل القطاع، وتبادل الأسرى المدنيين والمجندات وكبار السن مقابل أسرى متفق عليهم وفق لوائح تقدمها الحركة، أي مقابل كل أسير إسرائيلي 30 أسيرا فلسطينيا. أما المرحلة الثانية فتشمل الإعلان عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم مع بدء هذه المرحلة، ولا تطلق المقاومة الفلسطينية أي أسير في المرحلة الثانية إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار. وبعد الإعلان عن وقف العمليات العسكرية بشكل دائم يتم الإفراج عن الأسرى على مراحل يتفق عليها. أما المرحلة الثالثة فتشمل تبادل الجثامين بين الطرفين، مع الإشارة إلى أنه خلال المراحل كافة يجري إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كاملا، مع عودة للنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم خصوصا في مدينة غزة ومحافظة الشمال. نرحب بضيفينا، وأبدأ يعني من عندك سيد عمار خضر ضيفنا من جنين. يعني من المعروف أن التفاوض الشاق يعني الذي أوصلنا إلى هذه الورقة على الأقل مر بعدة مراحل هامة، جلها ضغط وخبث وكذلك يعني نكث من إسرائيل في اتفاق ماض، وهناك أيضا دعم أعمى أمريكي وخداع أيضا لا يخفى على أحد. كيف تجنبت المقاومة برأيكم كل هذه المطبات وخرجت بحنكة منها وبهذا الانتصار على الأقل المبدئي حتى اللحظة كما يعني يقرأه الجميع؟ بداية تحية لكل ضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. باعتقادي أن المقاومة كانت طارئة للمشهد التفاوضي بشكل دقيق وحكيم، حيث أنها كان هناك عدة نقاط استندت إليها المقاومة في تعاملها مع دولة الاحتلال ومجريات الاتفاق التي حصلت والمحادثات والمفاوضات التي كانت قبل هذا الأمر. الأمر الأول وهي أن كانت ترى أن نتنياهو يسعى بشكل دائم إلى إطالة أي أمد هذه المعركة، لأنه يدرك أن
انتهاء هذه المعركة يعني أنه سيكون هناك فشل استراتيجي لدولة الاحتلال ومردود عكسي على يعني نتنياهو بالتحديد وعلى كل هذه الحكومة التي تشكل الآن هذه الحكومة في دولة الاحتلال. والأمر الآخر هو أن الوسطاء الذين يقومون بدور الوساطة لم يكونوا وسطاء يعني بالشكل الكامل، بل كانوا يعني يتبعون الإدارة الأمريكية، وأن المقترحات التي تطرح عليهم هي تأتي من الإدارة الأمريكية، وتكون الإدارة الأمريكية مطلعة عليها عندما تقدم للتفاوض. هذه المحددات التي كانت تنظر إليها المقاومة جعلت المقاومة تدير هذه المفاوضات بحكمة عالية وحنكة عالية، حيث أنها يعني يمكن أن نقول أوقعت نتنياهو في هذا الشرك، عندما كانت ترفض في المرات السابقة بعض المقترحات التي يقدمها الوسطاء لأنها لا تلبي المطالب. اعتقد نتنياهو أن المقاومة ستبقى تقول لا، وهذا كان مريح بالنسبة لنتنياهو، ولكن عندما حان الوقت لتقول المقاومة نعم أربكت المشهد في داخل دولة الكيان بشكل كامل وواضح. وكذلك أدركت المقاومة أن ما قدم لها من الوسطاء هو جاء من خلال الأمريكي الذي يملك أوراق ضاغطة على دولة الاحتلال بشكل كبير. لذلك كانت المقاومة في إدارتها لهذه المعركة التفاوضية حكيمة جدا وقادرة، وكذلك مستندة إلى قوة، القوة الأولى الواقع الميداني الذي فرض حضوره في هذه المفاوضات وأفشل المخططات الإسرائيلية، وكذلك عدة الجبهات التي كانت ضاغطة على دولة الاحتلال والأمريكي من خلفه، وأقصد بذلك محور المقاومة بساحاته المتعددة شكل ضغطا كبيرا على الأمريكي ودولة الاحتلال في هذه المفاوضات. وهذا ما جعل المفاوض الفلسطيني المقاومة الفلسطينية قادرة على تحقيق هذا الإنجاز الكبير وتحقيق هذا المشهد الختامي لهذه المفاوضات بإخراج نتنياهو بهذا الشكل أمام العالم، أنه هو الذي يعيق الاتفاق وهو الذي يسعى إلى القتل من غير هدف، حيث أننا نرى أن التوجه الآن لدولة الاحتلال لم يعد له معنى في اتجاه الحرب، سوى أنه يريد القتل ومزيد من القتل دون أن يكون هناك تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع، وخصوصا أن هذا الاتفاق جاء ونحن نرى أن مدير الـCIA موجود في المنطقة ويسعى بشكل حثيث إلى إحداث هذا الاتفاق، وهذا ما جعل الاتفاق يشكل ضربة لنتنياهو ولهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وكانت المقاومة حكيمة في إدارة هذا التفاوض بشكل يعني مبدع. نعم سيد توفيق، طالما بعد الترحيب بك من كاليفورنيا، يعني بلا شك وليس خافيا على أحد بأن هناك ضغوط أمريكية قبل أن تكون إسرائيلية كانت تمارس في مراحل التفاوض وما زالت بكل تأكيد. هل نبالغ إذا قلنا بأن هذه الضغوط قد فشلت وبأن المقاومة يعني استطاعت فك الشفرة على الأقل وإفراغ هذه الضغوط من مضمونها وعكسها، بمعنى فرض الضغط على الأطراف الأخرى؟ نعم، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. الضغط الوحيد الذي أوصلنا إلى ما نحن إليه، الضغط الوحيد هي ضغط المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا السبب الحقيقي الذي وضع على نتنياهو وعلى حكومة نتنياهو للتعامل والتعاطي مع مقترحات حركة حماس. لو لم تصمد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لما مارست الولايات المتحدة أي نوع من الضغوطات على نتنياهو، حتى لو كانت ضغوطات شكلية علنية في السابق. الآن هناك ضغوطات حقيقية من الولايات المتحدة على نتنياهو للقبول بهذه المقترحات، لأن بالأصل هذه المقترحات هي مقترحات أمريكية، مقترحات إسرائيلية قدمت لمصر على أساس أنها ورقة مصرية، لكن الكل بيعرف أنها هي مقترحات أمريكية ومقترحات إسرائيلية. والآن إسرائيل طبعا تنقلب، دائما إسرائيل تنقلب على أي مقترحات، على أي اتفاق، دائما هناك يماطل ونتنياهو دائما يماطل طبعا ولا يريد الدخول في أي اتفاقية ويراوغ. وكانت بالنسبة لنتنياهو واليمين المتطرف في دولة الاحتلال كانت صدمة أن حماس وافقت. هو لم يتوقع أن توافق حماس على هذه المقترحات أو على هذه الاتفاقية، فأصابتهم في صدمة. الآن لا يعرف ماذا يجري. إذا وافق على المقترحات يعتبر هزيمة، يعني في الجهتين هو بورطة. إذا وافق هو بهزم هزيمة استراتيجية في قطاع غزة،
وإن لم يتعاطى ولم يوافق على المقترحات هو الآن في ثورة ضده من الداخل الإسرائيلي، خاصة من العائلات الإسرائيلية. ولاحظنا ليلة أمس أن الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع يعبرون عن فرحتهم، وقالوا، سمعت لأحد الإسرائيليات تقول حماس وافقت على يعني إطلاق سراح الأسرى، وإذا لم توافق يا نتنياهو سنحرك البلد. صحيح البلد، وبالتالي هناك سيكون يعني ردود فعل غاضبة في الداخل الإسرائيلي، سواء كانت على المستوى الشعبي وحتى على المستوى الرسمي من الطرف المعارض لنتنياهو، بالإضافة إلى الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي سيضع الموقف أمريكا في ورطة وانتقادات دولية، خاصة من حلفائها، أن هذه المقترحات مقترحات أمريكية إسرائيلية، والآن بايدن نتنياهو ينقلب عليها. فلم يبقى أمام نتنياهو الآن إلا الموافقة، وأيضا يعني بلع الهزيمة التي مني بها في قطاع غزة لأكثر من 7 شهور على التوالي، وهو يحاول أن يحقق أي هدف من أهدافه. فهي المقاومة الفلسطينية تقاوم ببسالة بشراسة وتضرب في كل مكان، وكان قبل عدة أيام ضربت منطقة كرم أبو سالم وأوقعت قتلها في جنود بين الجيش الإسرائيلي وعشرات الجرحى. كانت هذه أعتقد رسالة من النار، يعني كما نقول حماس تفاوض بالنار وليس ولا تفاوض تحت النار، وبالتالي كانت هذه رسالة قوية من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وبعدها بيوم أو يومين وافقت على المقترحات. هذا يدل على أن المقاومة الفلسطينية تقاوم من مكان مركز قوة وليس ضعف، وهي أدارت هذا الملف بكل مهنية وحرفية وحنكة، واستطاعت أن توقف العالم كله. العالم كله ينتظر في ردود المقاومة. حماس، أين ترد حماس؟ الجميع ينتظر، أمريكا تنتظر، إسرائيل تنتظر، العالم كله ينتظر المقاومة الفلسطينية لتقول كلمتها. وبالآخر جاءت كلمة المقاومة على لسان حركة حماس أن وافقت على المقترحات وجاهزة للدخول في اتفاقية مع دولة الاحتلال لوقف العدوان وأيضا تبادل الأسرى والشروط اللي حضرتكم تفضلتم بها قبل قليل على شاشتكم. نعم سيد عمار، ما الضغوط الإسرائيلية وأبرزها التي مورست على مراحل التفاوض طبعا الشاق خلال الأشهر الطويلة، والتي كانت يعني تقريبا موازية في عدة مراحل للمجزرة الإسرائيلية المستمرة بالطبع على قطاع غزة؟ وهل يمكن القول أن إسرائيل قد فقدت أوراق الضغط، حتى ورقة رفح التي تلوح وترعد بها دائما؟ نعم بالتأكيد، عندما نتحدث عن موضوع المفاوضات بين الجانب الفلسطيني ودولة الاحتلال، باعتقادي أن المفاوضات لم تكن فقط مع دولة الاحتلال، بل كانت مع المنظومة الاستعمارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال. هذا أولا. أما فيما يتعلق بالأوراق التي استخدمتها دولة الاحتلال، فهي استخدمت كل ما تستطيع من 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 أوراق من أجل الضغط على المقاومة لقبول بشروط دولة الاحتلال، ولكن المقاومة بثباتها وصمودها جعلت هذه الأوراق ترتد على دولة الاحتلال وتكون المردود عكسي على دولة الاحتلال، بمعنى أن دولة الاحتلال مارست موضوع التجويع على قطاع غزة والحصار، وهذا بعد أن فقد ما يمكن أن يحقق الفلسطينية وإخضاع الفلسطيني لقبول بشروط دولة الاحتلال، انعكس على دولة الاحتلال، وأصبحت الرؤية العالمية تجاه دولة الاحتلال أنها دولة تمارس الإبادة وتمارس القتل وتمارس التجويع دون أن يكون هناك تحقيق الهدف الذي كانت تنشده دولة الاحتلال من وراء هذا السلاح الذي استخدمته وهو سلاح التجويع. الأمر الآخر بما يتعلق بدخول قطاع غزة من الناحية العسكرية، بعد أن دخلت دولة الاحتلال إلى قطاع غزة أصبحت تستنزف في داخل القطاع، ولم تحقق أهدافها من إخراج الأسرى من يد المقاومة، ولم تحقق على إنهاء المقاومة في قطاع غزة، ولم تنهي حكم حماس
واصبحت وجودها في داخل القطاع يستنزف بشكل كبير، واصبحت تتلقى الضربات تلو الضربات، وهذا جعل دولة الاحتلال ايضا تنكفئ عن هذه الوسيله في الضغط على المقاومه، لان المقاومه صمدت صمودا اسطوريا في هذا الاتجاه، وكذلك الحاضنه الشعبيه التي احتضنت المقاومه في قطاع غزه صمدت بصمودها مع المقاومه، وكان هذا لهذا الاثر كبير في صد ورد دوله الاحتلال عن اهدافها والضغط على المقاومه. وكذلك ايضا في الموضوع الدولي، عندما راى العالم هذا الاجرام والحقد وصب كل اشكال القتل والدمار على قطاع غزه، انقلب هذا الامر من الناحيه العالميه على السرديه الاسرائيليه التي كانت تقدمها الى العالم، حيث كانت هذه السرديه تلقى التعاطف فيما مضى، لكن عندما شاهد العالم هذا الاجرام وهذه الاباده التي تشن دوله الاحتلال انعكس عالميا، وراح ونحن نرى الان المسيرات التي تخرج في دول العالم سواء في الجامعات او في الشوارع رفضا للمنهجيه الاسرائيليه في هذا الاتجاه. كل هذه الامور كانت ضاغطه على دوله الاحتلال، وكذلك ايضا كان هناك شيء غير لم تكن تتوقعه دوله الاحتلال. فيما مضى كانت دوله الاحتلال تحاول ان تستفرد بالساحات وان تستفرد بالساحه دون ساحات اخرى وتقوم بممارسه القتل والدمار. ما راته دوله الاحتلال في هذه الجوله ان هناك ساحات مسانده لساحه المقاومه في فلسطين وفي قطاع غزه. هذه الساحات اربكت ايضا الضغط الاسرائيلي على المقاومه، وكذلك الضغط الامريكي الذي مورس على بكل اشكاله، سواء من ناحيه الدعم العسكري او من ناحيه الموقف السياسي الاستراتيجي ضد المقاومه الفلسطينيه بشكل عام. ما احدثه محور المقاومه من ضغط على دوله الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحده الامريكيه جعل الاوراق التي كانت تستخدمها دوله الاحتلال في الضغط على المقاومه يعني اضعف قوه واقل ضغطا على المقاومه الفلسطينيه، وجعل المقاومه الفلسطينيه قادره على الثبات وجه الضغوط التي مارستها دوله الاحتلال الامريكي، مما جعلنا نحقق اليوم هذا الانتصار الذي ثبتناه من خلال هذا الاتفاق. وهذا الانتصار يعني له مردودات كبيره على الداخل الفلسطيني، واذا تحدثنا عن المعطيات التي يعني يمكن ان تفضي الى هذا الاتفاق سواء على المستوى الفلسطيني او على المستوى في داخل دوله الكيان، سيكون هناك انعكاسات كبيره على الداخل الفلسطيني وعلى كذلك على دوله الكيان. نعم سيد توفيق، نعم يعني المقاومه الفلسطينيه وافقت على وجود ضامنين مصر وقطر وكذلك الولايات المتحده على الرغم الدور السلبي للولايات المتحده ونعلمه جميعا، ما ابرز الضغوط الأمريكية التي مورست في الفترات السابقة يعني منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، ونعلم أن واشنطن نصبت نفسها حامية لإسرائيل وجسرا جويا يدعم الجرائم الإسرائيلية بشكل مستمر وما زالت طبعا، ويعني قالها بايدن ومسؤولون أمريكيون أن الهدف هو إنهاء حماس. الآن تأتي هذه الورقة لتفرغ كل هذه الأهداف وتسقطها كما نتابع، دعنا نتحدث عن الضغوط الأمريكية وكيف استطاعت يعني تجاوزها حركة حماس ك يعني متحدثة باسم فصائل المقاومة مجتمعة. يعني أولا مثل ما حضرتك تفضلت أن الموقف الأمريكي منذ يوم الأول من العدوان على قطاع غزة الموقف داعم مشارك، بل من يقود الحرب على الشعب الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة وفرت جميع أنواع الأسلحة لدولة الكيان الصهيوني وما زالت تسود السلاح. الولايات المتحدة استخدمت حق النقد الفيدو أكثر من مرة لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استخدمت أيضا تأثيرها على دول أخرى في المحكمة العدل الدولية، حتى الآن لم تصدر قرار محكمة العدل الدولية، صار لها تقريبا 2.5 شهر عقدت وهناك مرافعات ولم نسمع حتى الآن أنه اتهام إسرائيل بشكل مباشر بالإبادة. أيضا محكمة الجنائية الدولية هناك ضغوطات من أطراف أمريكية واجتمعوا مع أعضاء في الجنائية الدولية اللي حتى تضغط على إسرائيل لمنع إصدار مذكرة اعتقال بنتنياهو وقادة إسرائيل. ولذا الولايات المتحدة مارست جميع أنواع الضغوطات، جميع أنواع أو قدمت جميع أشكال الدعم لدولة الاحتلال حتى يستمر في عدوانه وعلى قطاع غزة،
واكتراف المجازر والإبادة الجماعية. الولايات المتحدة وصلت لقناعة مع مرور الزمن أن الحل العسكري مع حماس وما باقي الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية هذا أمر لا يمكن تحقيق أي هدف من أهدافه، فلابد من الحديث عن سبل أخرى، والسبيل الوحيد لوقف العدوان أو السبيل الوحيد هو المفاوضات، كما حدث في شهر ديسمبر العام الماضي عندما كان هناك إفراج عن الأسرى مقابل يعني عملية الأسرى لسبع أيام، وكانت يعني تجربة سهلة جدا وسهل التعاطي والتعامل مع المقاومة الفلسطينية. رغم كل هذه يعني المواقف الأمريكية إلا أنها خسرت أمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هذا شكل ضاغط كبير على بايدن وعلى إسرائيل وعلى حلفاء بايدن والمنظومة الغربية كلها التي كانت هي وفرت جميع أشكال الدعم، حتى بريطانيا وأستراليا وألمانيا وفروا السلاح والمعلومات الاستخبارية والطائرات، الطائرات المسيرات التي تبحث عن الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي إسرائيل فشلت في كل هذا ولم يبقى إلا التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. فلابد إلا أن يكون هناك كما قلت هناك مسار آخر، والمسار الآخر هو الحديث من خلال الاقتراحات من خلال الوسطاء. أمريكا تقول أنها هي ستكون هي الضامن، أعتقد أن أمريكا تريد كما قلت تريد وقفا لإطلاق النار، لأن هناك حسابات داخلية في الداخل الأمريكي، هناك انتخابات، الاحتجاجات الشعبية لستة شهور على التوالي فضحت سياسة إسرائيل، فضحت المنظومة الغربية، جاءت أيضا انتفاضة الجامعات الأمريكية، هذه عرت إسرائيل وعرت المواقف الفلسطينية الأمريكية والغربية، عرت النظام، عرت المنظومة التي تحدث عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، بينما يقومون بقمع الطلاب داخل جامعاتهم، احتجاجات سلمية، يتم إدخال الأمن المحلي لقمع المتظاهرين. لم يسبق لهذا الحدث أن يحدث إلا في عام 1968 عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في حرب فيتنام، وخرجت الجامعات مطالبة بوقف العدوان بوقف الحرب على فيتنام، وتوقفت الحرب بعد الاحتجاجات الطلابية. وبالتالي كل هذه يعني ما حدث أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ضغطت على إسرائيل تريد وقف لإطلاق النار. خسرت الرواية، أمريكا خسرت الرواية، وإسرائيل خسرت الرواية ودفاعها عن مظلوميتها، تريد دائما تظهر للعالم وكأن إسرائيل هي دولة مظلومة أو دولة هي الضحية. الآن تبين أمام العالم كله بعد 7 أكتوبر أن كله تزيف زيف، أنه كله كلام فارغ، كله هذا كذب كذب. على مدى عقود من الزمن تبين أن إسرائيل، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ما يحدث أكثر من 200 جامعة في أمريكا احتجاجات، وأيضا امتدت لدول عالم أخرى، هذا يسبب قلقا كبيرا وبالنسبة للساسة الأمريكان وأيضا للساسة الغربيين. وبالتالي انتصرت المقاومة الفلسطينية على إسرائيل وهزمت، وإسرائيل لم تحقق ولن تحقق أي هدف من أهدافها حتى لو إنها اجتاحت رفح، ولا أعتقد إنها ستجتاح رفح. صحيح إنها تضرب الآن في جزئيا في مناطق على الحدود الشرقية، ولكن أنا بتقديري أن إسرائيل
لن تجازف في الاجتياح رفح. هناك رفض أمريكي لهذا العدوان. نعم سيد عمار، هل يعتبر الضغط والصمود الميداني من قبل المقاومة العامل الأول الذي جعلها يعني مفاوضا وخصما قويا يجابه إسرائيل، وكل من يدعم إسرائيل كما تعلم هم خبراء في حياكة الحروب وفي حياكة الفتن وسفك الدماء، أم تعتقد أن هناك أيضا عوامل أخرى ترتقي لأن تكون عوامل أساسية في سياق هذا التفاوض؟ بالتأكيد عامل الثبات الذي قدمته المقاومة ويعني مقدرتها على تصدي لدولة الاحتلال وإفشال خططها كان عاملا أساسيا في إدارة المفاوضات بهذا الشكل ورد، يعني ولو لم يكن هناك ثباتا من المقاومة لما تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة، ولا تحقق نتنياهو أهدافه، ولا انتهينا من الموضوع دون أن يكون هناك هذا الاتفاق الذي نراه الآن. وأيضا هناك عوامل أخرى ساندت المقاومة الفلسطينية في هذه المفاوضات. ما نتحدث عنه هو محور المقاومة وساحات المقاومة التي شاركت أيضا في طوفان الأقصى وكان لها دور كبير في مساندة المفاوض الفلسطيني، وكانت قوة ضغط بيد المقاومة الفلسطينية في المفاوضات. عندما نتحدث عن اليمن وموقفها من الأحداث التي جرت في طوفان الأقصى وكيف أنها كانت يعني مشكلا لضربة قوية لدولة الاحتلال وكذلك للتجارة الدولية بشكل عام المتعلقة بدولة الاحتلال ووصول الإمدادات لها، وكذلك ما حدث في شمال فلسطين جنوب لبنان عندما كان موقف حزب الله بهذا المقدار العالي من الضغط على دولة الاحتلال حيث أنه أفرغ مستوطنات بالكامل من شمال فلسطين وهربوا إلى داخل أو وسط فلسطين المحتلة، كان لهذا أثرا كبيرا أيضا على المفاوض الفلسطيني. عندما نتحدث عن العراق ووصول هذه المسيرات والصواريخ من العراق وكذلك ضرب القواعد الأمريكية في العراق كان ضاغطا أيضا على مجريات المفاوضات، ووصلنا إلى ختام الموضوع بالضربة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية على دولة الكيان. صحيح أن كان الرد من أجل ردع دولة الاحتلال عندما استهدفت القنصلية في دمشق، لكن هذا الرد كان يعني أن هناك تغير في موازين القوى في المنطقة بحيث أصبحت دولة الاحتلال عاجزة عن الوقوف بوجه إيران ورد الضربة التي وجهت لها، وهذا جعل دولة الاحتلال تظهر بمظهر الضعيف والعاجز. وهنا يعني كان لهذه المحور بساحات متعددة دور كبير في مساندة المقاومة الفلسطينية، وكان يعني وأن المقاومة الفلسطينية كانت تستند إلى قوة خلفية تدعمها بهذا الاتجاه وفي هذه المفاوضات، وكل ساحات محور المقاومة كان لها ضغط كبير على دولة الاحتلال. عندما نتحدث عن الموضوع هذا أن دولة الاحتلال حاولت أن تتجاوز كل هذه الواقع الموجود ولكنها لم تستطع، حاولت دولة الاحتلال تفريق الساحات واستفراد مساحة غزة دون غيرها، لكن الحقيقة أن محور المقاومة وساحات الإسناد التي كانت في طوفان الأقصى كان لها أثر كبير على المفاوضات، وكذلك ساحة الضفة الغربية أيضا كان لها أثر كبيرا في هذه المفاوضات وشكلت عبئا على دولة الاحتلال، وأصبحت دولة الاحتلال تستنزف على كل الجبهات ولا تستطيع خوض المعركة، لذلك كان موقفها ضعيف، ورأت الولايات المتحدة الأمريكية ورأى الغرب كله مدى ضعف دولة الاحتلال، ولولا مساندة دول الاستعمار الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال في هذه المعركة وفي طوفان الأقصى لما صمدت وما ثبتت وانتهت وزالت من الوجود. لكن رغم هذا الدعم الذي جاء من الغرب لدولة الكيان عجزت دولة الكيان عن تحقيق أهدافها بسبب هذه المساندة وبسبب موقف المقاومة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهذا الثبات الأسطوري الذي أفشل المخططات الإسرائيلية ومن خلفها الأمريكي والأوروبي في الضغط على المقاومة وفي الخضوع والقبول بشروط دولة الاحتلال، وردت المقاومة بثباتها وأهلنا في القطاع. يعني عندما نتحدث عن أهلنا في القطاع ليس فقط المقاومة وحدها وإنما أيضا السكان الذين سكنوا في القطاع عندما لم يخرجوا على المقاومة وثبتوا بأرضهم ولم يقبلوا بقضية التهجير وثبتوا بأرضهم وتحصنوا بها رغم الدماء التي زالت يبدو فقدنا الاتصال مع سيد عمار الخضر، سنعود إليه لاحقا. سيد توفيق طعمة، يعني إدارة بايدن والرئيس شخصيا كان له كلمة ما بعد 7 أكتوبر وقال إن ما يجري يمس الأمن القومي الأمريكي، هذا يفسر طبعا دعم إسرائيل بهذا الشكل.
حتى اللحظة، ورغم هذا الدعم تقف المقاومة الآن يعني منتصرة وتتحدث بهذا اللسان وتؤكد أنها لم تتنازل عن الشروط أبدا. هل هو تراجع للقوة والنفوذ الأمريكي الذي كانت تعول أيضا عليه إسرائيل في هذه المراحل الحساسة بالنسبة لها؟ شوف أخي، أمريكا وإسرائيل والغرب لا يفهمون إلا لغة القوة، أما لغة الضعيف الذي يفاوض مثل ما دخلنا في اتفاقية أوسلو والمفاوض الفلسطيني، كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تفرض إملاءاتها على المفاوض الفلسطيني لـ30 عام، وخراب أوسلو وخراب ما توصلنا والخراب الذي حصل من أوسلو حتى الآن سبب هذه الاتفاقية، واللي وقعوا على الاتفاقية وأدخلونا وأدخلوا الشعب الفلسطيني في نفق اعتقدوا أنه هو السبيل الوحيد للحصول على دولة فلسطينية، لكن تبين هذا بعد 30 عام، تبين أنه كله كلام فارغ وكله كذب، وتبين أن هي المقاومة هي الوحيدة التي تستطيع أن تنجز أي شيء ملموس للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وأي إدارة بايدن نفس الشيء، وصلت لهذه القناعة بعد الحرب الدروس ضد الشعب الفلسطيني لسبعة شهور على التوالي، ولم تستطع إدارة بايدن والداعم لدولة الكيان أن تحقق أي هدف من أهدافها. صمود المقاومة الفلسطينية، صمود الشعب الفلسطيني، الموقف الدولي تغير بشكل كبير جدا للقضية الفلسطينية. الرواية الفلسطينية أصبحت هي الرواية الصحيحة، ليست أكذوبة إسرائيل. كل شيء ساهم في تحقيق هذا الإنجاز هو المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها وما زالت تقاتل وتدافع عن الشعب الفلسطيني أمام إسرائيل وحلفاء إسرائيل في العالم كله، وهي صامدة وما زالت. كان هو أحد العوامل الرئيسية والورقة الرئيسية في يد المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تقاتل وتستنزف القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتوقع خسائر فادحة في الجنود وفي المعدات، وإسرائيل أصبحت تستنزف في قطاع غزة. ولهذا المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها، ولابد من بايدن أو غير بايدن أن يفهم أن اللغة الوحيدة التي ممكن أن يتعامل معها إسرائيل هي لغة القوة، ليست لغة الانبطاح ولا لغة الاستجداء ولا لغة حتى التفاهم. التفاهم بالنار هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الحقوق أو للتعامل مع دولة الاحتلال، وهذا يحدث الآن. إسرائيل تريد الخروج من قطاع غزة، وإسرائيل الآن في ورطة، نتنياهو في ورطة كبيرة جدا الآن، خاصة بعد الردود وبعد الموافقة على المقترحات. الآن يريد أن يتملص بأي طريقة من الطرق، يريد أن يخرب أي مقترح، أي إنجاز، أي توافق، لكن أنا باعتقادي إدارة بايدن لن تسمح له هذه المرة. هذه المرة ستطلب منه طبعا وقف إطلاق النار، بوقف أي اجتياح لرفح عليه أن يتوقف. الإدارة بايدن ممتعضة، تريد إنهاء هذه الحرب، تريد يعني هذه صور الضحايا، صور الشهداء، هاي الأطفال، كل هذا يعني أصبح يعني كل العالم تعرف وتعرف من يقود الحرب ومن يزود إسرائيل بالسلاح لإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا لابد من إدارة بايدن، إلا
أن تخضع للمقاومة الفلسطينية كما ستخضع إسرائيل وحلفائها أيضا، سواء كانوا إقليميين أو سواء كانوا غربيين. نعم سيد عمار، يعني عندما يعترف الإعلام الإسرائيلي عبر يعني معلقين سياسيين معروفين ويقولون ويعترفون بذكاء وحنكة السنوار ويقولون السنوار لقننا درسا، الاقتراح المضاد كما يصفونه الذي صاغه يدخل إسرائيل في جولة أخرى من المناقشات الداخلية المنهكة للأعصاب، كيف فعلا تمكنت المقاومة وقادت المقاومة من إنهاك أعصاب إسرائيل؟ ما الفقرات والبنود التي أنهكتها، وكيف يعني وصلت الأمور إلى ما وصلنا إليه الآن؟ الحقيقة أن موضوع المفاوضات ومن أدار المفاوضات، عندما نتحدث عن يحيى السنوار وغيره من القادة الذين قادوا هذه الجولة من المفاوضات، ندرك أن هناك نوع من يعني هؤلاء كانوا في سجون الاحتلال لفترات طويلة ويعرفون العقلية الإسرائيلية بشكل جيد، وهذا المعرفة مكنتهم من إدارة التفاوض بشكل جلي وواضح، لأنهم يعرفون طريقة التفكير في داخل دولة الكيان، يتابعون الإعلام العبري وكل شاردة وواردة في داخل هذا الكيان، يدركون تفاصيل الواقع والمجتمع الإسرائيلي في داخل دولة الكيان. لذلك كانت المفاوضات يعني لدى المقاومة واضحة وواضحة المعالم، ويدركون الواقع في داخل دولة الكيان وفي داخل المجتمع الإسرائيلي. لذلك كانت مفاوضاتهم يعني أي عند كل خطوة يخطونها يعرفون مردودها على دولة الاحتلال، ويعرفون نتائجها التي ستنعكس على داخل دولة الكيان. لذلك مكنهم من إدارة هذه المفاوضات بشكل حكيم وبشكل يعني مبدع، جعل كل شيء في هذه المفاوضات ينعكس على داخل دولة الكيان، حتى الصورة التي كانت تخرجها المقاومة في إطار المفاوضات عندما كانت تبث صور الفيديو أو صور مقاطع للأسرى أو حتى السكتشات التي كانت تعبر المقاومة فيها عن مرحلة معينة أو واقع معينة. كل هذه الأمور التي كانت ترسلها المقاومة كانت تدرك مردودها في داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل البيت الإسرائيلي. لذلك مكنت كل هذه الظروف، معرفة البيئة في داخل دولة الاحتلال ومعرفة العقلية التي يملكها الاحتلال، من التعامل معها بطريقة حاسمة وقادرة على أن تخضع هذه العقلية. لم يكن المفاوض الفلسطيني غير مطلع وغير عارف للعقلية والذهنية الإسرائيلية، بل كان مطلعا عليها بشكل دقيق وعارف لكل تفاصيل العقلية والمجتمع الإسرائيلي. لذلك كانت المفاوضات عندما تحدث يدرك الفلسطيني بكل تفاصيل أين ستنعكس في داخل المجتمع، وكذلك أوراق القوة التي ملكها أنه أفشل المخططات الإسرائيلية. عندما كانت هذه الحكومة تطرح بعض الطروحات من أجل تحقيقها، كانت المقاومة تفشل هذه المخططات، وكان هذا الإفشال هو جزء من قوة المفاوض الفلسطيني ومقدرته على التعاطي بشكل أكبر وثباته ومقدرته على الصمود. لو لم يكن هناك صمودا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن المقاومة وإمكانيات المقاومة التي مكنتهم من الثبات والصمود إلى الآن، لرأينا أن نتنياهو تفاخر أنه حقق إنجازات وحقق مكاسب. لكن المقاومة بكل أبعادها، سواء مقدرتها النفسية على معرفة طبيعة الخصم وعقلية الخصم والمجتمع في داخل دولة الكيان، وانعكاس أي خطوة تقوم بها المقاومة في هذا السياق كانت تنعكس وتدرك مردوداتها في داخل المجتمع، مكن المقاومة من إدارة هذه المفاوضات بشكل حكيم، ومكنها من انتزاع هذا الانتصار الذي الآن نراه مكتوبا في هذا الاتفاق. وكانت تدرك أن كل الطروحات التي تطرح عليها لم تكن من وسيط نزيه حتى نقول صريحين، وإنما كان هذا الوسيط يأتي بالمطالب والرؤية الأمريكية ومن الخلفية الإسرائيلي. لذلك كان يتعاطى معها على أنها ليست مجرد يعني من وسطاء يعني محايدين، وإنما هذه الأوراق التي تعرض عليه هي رؤية إسرائيلية أمريكية في الدرجة الأولى وكان يقدم تعليقاته عليه حتى تفاصيل التفاصيل، وكان يدرك أن الإسرائيلي يعني يجيد اللعب في التفاصيل. لذلك كانت المقاومة دقيقة في الاتفاق بإبراز كل تفاصيل الاتفاق بشكل واضح حتى لا يكون هناك تملص من الجانب الإسرائيلي في الاتفاقات، وهو علم من خلال 30 سنة الماضية كيف كانت إدارة الصراع من خلال الأسر، وكيف أن الإسرائيلي كان يتملص من الاتفاقيات، وكيف كان يبدع بالتفاصيل والخروج من التفاصيل عندما لم تكن دقيقة. لذلك كانت المقاومة الفلسطينية في هذه الجولة دقيقة بكل التفاصيل حتى لا يكون هناك تملص إسرائيلي من
هذا الاتفاق وخروج من الاتفاق، لذلك كل هذه المعطيات كانت مساهمة في إنجاز هذا الاتفاق بهذا الشكل الذي مكن المقاومة من تحقيق انتصار فعلي في هذه الجولة. نعم، كما أسلفت سيد توفيق أن أمريكا يعني تضغط ولو بشكل متدرج على نتنياهو وعلى حكومته، يعني يتحدث حتى الإعلام الإسرائيلي وأيضا في الصحافة الأمريكية بأن أمريكا تضغط. البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أنه إذا أمر بعملية واسعة النطاق في رفح سوف يتم حظر على بعض شحنات الأسلحة على إسرائيل. سؤالي، ما الذي أجبر الولايات المتحدة على إعادة النظر في مسألة يعني إرسال الشحنات، وهي التي اتخذت قرارا واضحا منذ 7 أكتوبر بفتح جسر جوي من الأسلحة لإسرائيل، والتي يعني سفكت ما سفكت من دماء الفلسطينيين؟ ما الذي أجبرها على هذا التراجع الآن؟ يعني أكرر مرة ثانية، أقول أن المقاومة الفلسطينية، صمود المقاومة الفلسطينية ل7 شهور على التوالي، صمود الشعب الفلسطيني أيضا الذي رفض التهجير من قطاع غزة، هذا صمود أسطوري، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لتغير في سياسة الإدارة الأمريكية. وإدارة بايدن أصبحت على قناعة تامة أنه بعد أن أعطت إسرائيل يعني الوقت الكافي، وأعطت إسرائيل، قدمت لإسرائيل جميع أنواع الأسلحة، جميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، وتم استخدامها على رؤوس المدنيين في قطاع غزة، كل هذا، لكن إسرائيل فشلت في تحقيق أي هدف من أهدافها. الآن الولايات المتحدة بدأت تضع هذه الضغوطات أيضا نتيجة الضغوطات الشعبية في أمريكا، الضغوطات الشعبية لـ7 شهور على التوالي، ولم تتوقف الاحتجاجات، المسيرات، المظاهرات. أيضا هناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ليست أغلبية، هم أقلية، لكن لهم صوت في الكونغرس الأمريكي الذي طالب وأكثر من مرة طالب إدارة بايدن بوقف العدوان على قطاع غزة، وهناك من طالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وعلى رأسهم الرئيس المرشح للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، وهو يهودي، وطالب بتقييد السلاح وأيضا عدم تزويد السلاح لإسرائيل. أعتقد أن الإدارة بايدن كما تحدثنا في السابق حتى على شاشتكم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن توقف الحرب، تستطيع أن توقف العدوان على قطاع غزة خلال ساعة، خلال مكالمة هاتفية تستطيع، ولكن لها أسبابها، لأنها جزء من يعني هي من جزء في العدوان على قطاع غزة. فالآن جاءت تستخدم هذه الورقة، ورقة السلاح، عدم تزويد إسرائيل إذا إسرائيل قررت الدخول إلى رفح، وهذه مهم جدا أن يكون هناك سلاح كافي لإسرائيل. عدم تزويد إسرائيل بالسلاح هذا يعني أن إسرائيل لا تستطيع التقدم عسكريا في أي مكان، ولا تستطيع شن حرب، لأن دخولها لرفح لن تكون نزهة، ولن تكون في يوم أو أسبوع أو أسبوعين، قد تكون هناك لشهور كما تحدثت على مسؤولين إسرائيليين لـ90 يوم. خلال الـ90 يوم إسرائيل ستحتاج كميات هائلة من السلاح، وها هي الولايات المتحدة الآن تستخدم هذه الورقة بعد أن رفض نتنياهو وأيضا تمرد على سياسة بايدن، الآن تستخدم هذه الورقة، وأعتقد أن هذه الورقة هي ستقود نتنياهو لقناعة أنه بعدم اجتياح رفح، ولابد إلا الانصياع وال الدخول في اتفاقية، كما حماس وافقت على، وقوى المقاومة الفلسطينية وافقوا على المقترحات، على وقف إطلاق النار حسب المقترحات وحسب الشروط الفلسطينية التي لبيت حقيقة، أن كل الشروط الفلسطينية تم تلبيتها،
وهذا يدل لا حد يعني لا أحد يجبر إسرائيل إلا بالضغوطات. حتى المجتمع الدولي، الأوروبيين الذين دائما صدعونا بالاستنكارات والمطالبات والإصدام الإسرائيلي، عندهم أوراق كثيرة ممكن أن يستخدموها، ورقة المقاطعة، مقاطعة إسرائيل تجاريا، أكاديميا، عسكريا، بجميع أنواع. حتى العرب، حتى الأنظمة العربية اللي معها اللي عندها علاقات مع دولة الكيان لم تستخدم أي ورقة من أوراقهم. دول إقليمية للأسف صحيح لم تستخدم، دول عندها اتفاقيات لم تستخدم هذه الورقة، أن تلوح بهذه الورقة على الأقل لوقف العدوان. الآن أصبحوا على قناعة أن هي المقاومة الفلسطينية التي أجبرت أمريكا وغير أمريكا وإسرائيل على شروط المقاومة الفلسطينية، ولابد من تلبية هذه الشروط حتى توقف الحرب ويتم الإعمار والإفراج عن الأسرى، وأيضا الشروط اللي حطتها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. نعم سيد عمار، يعني جبهات الإسناد بلا شك لعبت دورا هاما في لجم إسرائيل وحتى كبح يعني تمادي الولايات المتحدة في بعض المفاصل، في التمادي ميدانيا والتمادي سياسيا. ما الذي قدمت وما زالت جبهات الإسناد خاصة في مراحل التفاوض هذه المعركة الصعبة؟ حقيقة إذا تتبعنا الموقف من محور المقاومة كان منذ البداية الأولى، يعني عندما دخل حزب الله بالثامن من أكتوبر بعد يوم واحد من طوفان الأقصى كان لها أثر كبير يعني، ورأينا ذلك أيضا على امتداد هذه المرحلة الطويلة كيف كان هناك تناغم بين ساحات المواجهة والإسناد للمقاومة الفلسطينية، كيف أنه كان هناك تناغم بين هذه الساحات من ناحية التصعيد والضغط و حتى الموقف. ولذلك كان موقف محور المقاومة بساحاته المتعددة مساندا للمفاوض الفلسطيني بشكل كبير، وحيث أن المفاوض الفلسطيني عندما كان يقف ليفاوض لا كان يشعر أن هناك سندا حقيقيا في ظهره، وأن هناك يعني أوراق ضاغطة على سواء على الأمريكي أو الإسرائيلي عندما تستند إلى هذه الساحات وإلى محور المقاومة. فلم يكن الفلسطيني في هذه المواجهة وحده، وإنما كانت المفاوضات أيضا. حتى إذا تتبعنا موضوع المفاوضات عندما يتعلق الموضوع مثلا في لبنان، حيث ربطت لبنان هذا التفاوض بما يحصل في قطاع غزة ووقف العدوان على قطاع غزة، ولذلك أعتقد أن مجريات حتى مجريات التفاوض كانت منسجمة ومترابطة، لم يكن هناك انفصال أيضا في على مستوى التفاوض أيضا في هذا الاتجاه. كان هناك ربط من خلال محور المقاومة في التفاوض مثلا في جنوب لبنان أو فيما يتعلق في قطاع غزة. لذلك باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جزء من الضغط الذي مارسه محور المقاومة على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت توازن بين يعني صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت كثيرا وأموالا طائلة في دولة الاحتلال حتى تكون دولة الاحتلال هي الشرطي الذي يحمي المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن الأحداث وثبات المقاومة ومحور ضغط محور المقاومة جعل الأمريكي يوقن إيقان تام أن هذه الدولة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على حماية هذه المصالح، ولا تريد أمريكا أن تخسر كل المنطقة، لأنه عندما نرى أن حتى حلفاء دولة الاحتلال والذين طبعوا مع دولة الاحتلال أصبحوا يعني في حالة ضعف وفي حالة عدم مقدرة على تبرير هذا التواطؤ مع دولة الاحتلال والتطبيع. وكذلك الضغط الذي مورس على القواعد الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا كان له أثر كبير في المفاوضات وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك عندما وقف محور المقاومة في بساحات متعددة سواء من اليمن أو في العراق أو في لبنان، وكذلك الدعم الذي تلقته المقاومة من إيران من خلال مواقفها السياسية كان ينعكس على المفاوضات بشكل قوي وشكل يعني متعلق بالمفاوضات بشكل كبير وجذري، وكل هذا الموقف جعل المفاوض الفلسطيني يكون يعني موقفه أقوى، ولو لم يكن هناك مساندة من محور المقاومة لكان موقف المقاومة أضعف، لكن هذا المحور عندما ساند المقاومة الفلسطينية بالتأكيد شكل ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية أولا ومن خلفه الأمريكي الإسرائيلي، لذلك رأينا التعاطي مع مطالب المقاومة الفلسطينية بهذا الشكل. ولو لم يكن هناك ضغطا من المقاومة الفلسطينية وثبات المقاومة الفلسطينية وتحقيق ورد الأهداف الإسرائيلية وكذلك مساندة محور المقاومة لما رأينا الذي توصلنا له الآن، ولما رأينا
هذا الخضوع الأمريكي الإسرائيلي لشروط المقاومة، وكما تفضل ضيفك أن الشروط التي طالبت بها المقاومة تم تحصيلها في هذا الاتفاق كاملة، وسيكون يعني بما يتعلق بالاتفاق هذا سيكون له مردود ليس فقط على مجريات الاتفاق، سيكون له تبعات على دولة الاحتلال بعد أن يتم، ستنعكس على المجتمع وعلى دولة الاحتلال بالتفكك والخلافات الداخلية، وكذلك النظرة الاستراتيجية إلى هذه الدولة على أنها أصبحت عاجزة عن حماية نفسها، فهل ستكون حامية للمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة؟ كل هذا التغير كان لمحور المقاومة وساحات المقاومة جزء من الضغط على دولة الكيان والأمريكي من خلفه في هذه نعم، بلا المفاوضات. شك يعني يطول الحديث عن يعني عن الإنجازات وعن الارتدادات التي ستكون، يعني سواء كان هناك رد سلبي أم إيجابي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على هذا العرض خلال الساعات وربما الأيام المقبلة، سيكون هناك بكل تأكيد ارتدادات. بسؤال أخير سيد توفيق طعمة، يعني لا يمكن إهمال الصدى الكبير والصرخة الهادرة للانتفاضة الطالبية في الولايات المتحدة وفي أوروبا وعدد من دول العالم، ما دورها في مراحل التفاوض خاصة في هذه المرحلة؟ وهل فعلا يعني تحسب لها واشنطن حسابا هاما برأيك؟ أي نعم بالتأكيد. عفوا، بالتأكيد كان يعني دور الاحتجاجات كان دور كبير جدا، لأن الاحتجاجات عندما تأتي من الداخل الجامعات يختلف اختلاف كبير جدا عندما يأتي من الشارع. 6 شهور على التوالي أو 7 شهور والمسيرات والاحتجاجات عمت المدن الأمريكية والولايات الأمريكية، عندما تأتي من الجامعات تختلف، لأن الجامعات وجاءت من جامعات عريقة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن جامعات أيضا عريقة في بريطانيا ودول أخرى، وبالتالي هذه الفئة اللي بتدرس في هذه الجامعات فئة متعلم، فئة مثقفة، فئة قد تكون هي من تقود العالم في المستقبل، تخرج من هذه الجامعات رؤساء دول، قيادات، وزراء، وبالتالي هذه الجامعات ستخرج قيادات المجتمع، قيادات العالم، والآن هذه القيادات تتبنى الرواية الفلسطينية وتندد بإسرائيل وتقول إسرائيل دولة أبارتايد. تخيل هذا المشروع الصهيوني اللي صار له 75 عام بيكذبوا على العالم فيه وبيضحكوا على الناس فيه، تطلع هذه المسيرات وفضحت إسرائيل، ولاحظنا على لسان كيف تم تشويه هذه الحراك، كيف تم شيطنة هذا الحراك حتى يريدون أن يوقفوا، لأنه أصبح مؤثر جدا. حتى الرئيس الأمريكي بايدن خرج الإعلام وقال أن هذه الاحتجاجات هذه معادية للسامية. بايدن يعرف تماما وبيدرك أن هذه احتجاجات ليس لها علاقة بالسامية. رئيس مجلس النواب الرجل الثالث في الدولة بدأ يتحدث ويقول نحن بدهم يضعوا قيود على التأشيرات الطلاب الجامعات، وهناك من قالوا هؤلاء إرهابيين، وهناك من قال أن هؤلاء مدعومون من الخارج ومدفوع لهم. بدأ شيطنة هذا، وتم طبعا ناهيك وتم الاعتداء. هذا يدل على مدى تأثير هذا الحراك في المجتمع الأمريكي وفي العالم كله، أنه مهم جدا. أعتقد أنه هذا كان له أثر وساهم أيضا في تغير الموقف الأمريكي لصالح الشعب الفلسطيني، وأيضا القبول أشكرك. بالمقترح، وأيضا الضغط على إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر السيد توفيق طعمة، الخبير بالشؤون الأمريكية من لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وأشكر ضيفي من جنين السيد عمار خضر الكاتب والمحلل السياسي على إثراء هذا النقاش. مشاهدينا، انتهت هذه الساعة من التغطية، وسيكون معكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة الزميل أحمد شلدان. إلى اللقاء.